حازم وفرح، وكلنا هنتابع الكلام اللي بيتقال لان ممكن يبقى فيه معلومات مهمه جدا عن 25 يناير. اهلا بيك يا حازم. فرح ازيك؟ الحمد لله. اخباركم ايه؟ تمام؟ يلا انا محتاج ان انا اسمعكم ومركز معاكم اهوت عشان الكلام اللي انتوا هتقولوه. اتفضلوا. اهلا بيكم يا اصحابي ونشره جديده من برنامجنا شقاوه، بس الاول اسمحوا لي ارحب بصديقنا حازم. اهلا بيك يا حازم. اهلا بيك يا فرحه، واهلا بكل اصحابي. عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية، شعارات رددها الشعب المصري يوم 25 يناير 2011، وكانت شرارة لثورة من أهم الثورات في تاريخنا، واللي بعد بكرة هيحتفل بذكرها المصريين. دي ما كانتش مجرد شعارات بس يا صحابي، لا بل كانت مطالب مهمة جدا بيطلبها الشعب المصري، اللي عانى كتير من معاناته انفجرت ثورة غضبه، واللي كان أهم أسبابها سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والصحية، كذلك انتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة وتزوير الانتخابات البرلمانية وسيطرة الحزب الوطني على مقاعد مجلس الشعب، بالإضافة إلى تزاوج السلطة ورأس المال وانشغال الدولة بمشروع التوريث. ومن أهم الأسباب التي أدت لثورة يناير قمع الشرطة وسوء معاملة الداخلية للمواطنين، وأهم صورها كان مقتل الشاب خالد سعيد على يد ضباط الشرطة، وذلك كان سبب مهم في اختيار يوم 25 يناير وهو عيد الشرطة يكون تاريخ للثورة، تعبيرا من الشعب على غضبه من الشرطة. فخرج جموع الشعب المصري يوم الثلاثاء 25 يناير 2011، ولأول مرة منذ ثورة 19 ينزل الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه، فكان الشعب هو البطل والقائد الوحيد، فرأينا الرجل والمرأة والمسلم والمسيحي والولد والبنت والأطفال الصغار وكبار السن والعجائز ينطلقون إلى الشوارع في مسيرات منظمة وسلمية، معبرين عن غضبهم والرغبة في التغيير. فكانت بداية الثورة البيضاء التي سندها وحماها الجيش. ووصل الشعب ثورته في يوم 28 يناير المسمى بجمعة الغضب، استكمالا لمسارات يوم الثلاثاء والتي لم ينتبه لها أحد، لم يحاول النظام تحقيق أي من مطالب جموع الشعب، فخرج الملايين ثانيا في مسيرات إلى ميدان التحرير بالقاهرة مقررين الاعتصام به، وكان هذا حال باقي محافظات مصر وخاصة الإسكندرية والسويس والتي سقط بها أول شهيد في الثورة. واستمر الاعتصام حتى يوم 2 فبراير حتى كانت موقعة الجمل، حيث فوجئ الثوار المعتصمين في ميدان التحرير باقتحام الميدان من قبل البلطجية وبعض المجهولين، وسقط كثير من الشهداء في هذا اليوم، والأبرياء السلميين الذين لم يطلبوا مال ولا سلطة وكان هدفهم مستقبل أفضل. واستمر الاعتصام في كثير من المحافظات حتى يوم 11 فبراير، فرحل النظام استجابة لمطالب الجماهير واستعاد المصريين حريتهم. ولكن في هذه الثورة كانت هناك بعض الأحداث الغامضة التي لم تفسر بعد، ولكن التاريخ سوف يقول كلمته وجدير بحل جميع الألغاز. لكن يا أصحابي الثورة لم تحقق أي هدف من أهدافها ولا مطالبها، ولا تزال الثورة مستمرة لتحقيق أهدافها، خاصة القضاء على الفساد واستعادة الأمن وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة النظام الديمقراطي السليم، خاصة أنه تم تركة هذه الثورة السلمية البيضاء والتي لم يكن لها رمز ولا قائد، فالشعب بأكمله هو رمزها وقائدها الوحيد، فسرقت ثورته من قبل جماعة أثبتت باليقين أنه تنظيم إرهابي. وخلال فترة حكم هذه الجماعة شهدت مصر الكثير من الأحداث العصيبة والتي أدت إلى ثورة 30 يونيو التي كانت امتداد لثورة 25 يناير، ولكن هذه المرة تلاحمت الشرطة مع الشعب والجيش وسندت الشعب وحمته، وعاد شعار الشرطة في خدمة الشعب. وكان لرجال الشرطة دور بارز في الفترة الأخيرة لاستعادة الأمن وحماية الوطن، سقط الكثير من الشهداء من أبناء الشرطة وكان لهم الكثير من التضحيات، فتحية لهم في عيدهم، ونرجو منهم أن يستفيدوا من أخطاء الماضي، ونرجو من الشعب أن يساندهم ويدعمهم لحماية الوطن واستعادة الأمن والأمان. وبعد أن أعادت الشرطة إلى الشعب، فكان من الواجب علينا نحن أطفال برنامج شقاوة أن أتقدم إلى كل رجال الشرطة المخلصين بالشكر والتقدير والتهنئة بعيدهم، وكل عام وأنتم بخير. كانت هذه تفاصيل نشرتنا، وكان معكم على الهواء مباشرة حازم خالد وفرح إبراهيم.